ولا مرة كانت حميص بعيدة عن الأحداث يلي كانت تصير داخل الوطن، ولا مرة رفض شعبها مقاومة الغزاة والطامعين بأرضها، فشكلت عبر التاريخ منارة لكل مؤمن بتراب الوطن. وحميص بتفتخر اليوم بأهلها يلي تركوا بصماتهم ليخلدوها بقلب المعادلة مثل ما بيليق بهيدي الأرض الصلبة. وهالضيعة بترتفع 750 متر عن سطح البحر وبتبتعد 108 كيلومتر عن العاصمة بيروت. بتوقع بمحافظة الشمال وبالتحديد بقضاء زغرتا، وفينا نوصلها عن طريق طرابلس زغرتا إيعال مزيارة، أو عن طريق شكا أميون عابا زغرتا إيعال مزيارة. حميص يلي بتعني باللغة العربية التبغ الأخضر الميبس بالشمس، بترتوي من نبع زيرة التينة. فيها عمروا أهل بيوتهم حجر فوق حجر، وتعرضوا بسبب الحرب العالمية الأولى والتانية لصعوبات كتيرة، وضلوا بأرضهم على الرغم من الفقر، فاهتموا بزراعة أرضها متشبسين بترابة وأصلتها. ولنكمل الحكاية رح نسمع خبريات أهل هالضيعة. رح نبتدي بالتاريخ عن حماس بزمن الأنو دومينو، يعني نقطة الصفر. بداية الصفر كان تحت الوجود الروماني وموجودة بالمتحف الوطني آثار رومانية. بقيت آثار رومانية حتى الانسحاب الجيوش الرومانية وبداية العصر البيزنطي. بقي العصر البيزنطي للزلزال الكبير اللي ضرب المنطقة هون بال560 بعد ميلادية. كانت قلعة هي بالأول، تحولت بعد الزلزال لضيعة، عمروا البيوت من حجر القلعة القديمة اللي تكسرت. هي كانت حماس أساساً قلعة عسكرية. بيقولوا أجوا أجدادنا من جمجلية وجوا نقلوا هون وسكنوا هون، سكنوا هون بالضيعة هون أكثر من 100 سنة، بس نموها كان ضئيل ما في دمو، اللي كانوا يعتبروا انه طقسها مو منيح للقعدة فيها. هي بيقولها ريش تعموت، ريش تعموت يعني باللغة الأرومية الطعم الجميلة. الأصل من بكفية، جاءوا ثلاث أخوة، يونس خوري شديع، قعدوا بكم سنة بأشبع بردو طيب تلج وطقس قاسي، واحد فكروا ينزلوا على المزرعة، مزرعة ريش تعمود، كمان قعدوا وعمروا كنيسة ما نميوا، يعني طقسة مرتبة كتير. طلع خوري وشدية نقلوا وقعدوا محل اسمه بالوطن هون حد حبايم حماس ومزيارة. بقي يونس تحت، يونس بيقولوا بقي عدة سنين، كانوا مية ضلوا مية، يعيش واحد يموت واحد، يعيش واحد يموت واحد، فكروا انه ما بيتسيقبون الطقس، نقلوا حماس. هلا حماس ما هني الوجدوة، حماس كانت موجودة، حماس بس قرية أثرية كتير كتير. حماس ضيعة صغيرة بمنطقة الشمال قضاء صغرتها، صحيح انها أصغر ضيعة يمكن بالسكان، ولكن هي أكبر ضيعة بلبنان، عطيت مثل ما عطيت أكبر ضيعة إن كان على حول الدنيا أو الدين. رزق الله على ضيعة رشتعمون، عبارة منسمعها من أهل حميص عن ضيعة منسية بكتب التاريخ ومن المعنيين. هالمنطقة سكنها أهل حميص بالزمن الماضي وتميزت بأشجار الصلبة يلي بعدها لليوم صامدة على الرغم من العوامل الطبيعية القاسية. ورشتعمون
يلي رجح إنها بتعود لألف وثمانمية سنة قبل الميلاد، بتعني رأس الأطعمة لأنه كانت غنية بالزراعة. ترتوي من نهرها يلي تعمر على ضفافه طواحين حجرية لعبت دور مهم بطريقة عيش أبنائها، فكانوا يجتمعوا حولها ويستفيدوا منها. ويلي بيزور هالمحلة بيشوف بيوتها اللي تعمرت على الطرق البدائية أكتريتها مهدم وبحاجة لتأهيل. رش طعمون كان فيها 60 بيت قديم، وعلى الرغم من الإهمال بعدن لليوم أهلها بيزوروا كنيستها يلي تكرست على اسم مارت مورا. كنيسة مارت مورا ترممت حديثاً لتزدان بمذبحها المقدس ولوحات زيتية، وطبعاً بتتميز بسقف الأنبوبة والأدوات الكنسية الموجودة فيها من كؤوس ومباخر وبدلات كنسية لتبقى شاهدة على حقبات قديمة وقصص مخباية بزواياها. عيال ضيعة حميص كانوا يهاجروا كتير لأنه الناس طموحين بيحبوا الوصول لمراتب كبيرة ومهمة، بس كانوا يرجعوا من بعد غياب وتعب وسهر ليالي ليحققوا طموحاتهم ويفتخروا بإنجازاتهم. وكل عائلة كان عندها دور بإزدهار هالضيعة، وأسماء العيال هي خوام، جروج، بوديب، دعكور، رزق، زحول، سمعان، شغوري، شمشوم، أبي عبد الله، الأبطور، الأطريب، عبود ويونس. ومثل كتير ضيع بلبنان ارتكز أبنائه على الهجرة لتأمين حياة أفضل، وحميص من الضيع يلي سافروا أبنائه ورجعوا بعد غياب لتحسين وضعهم المعيشة. ومن المهاجرين منسمع قصة السيد خوام يلي احتل مناصب مهمة بحياته وبيحكي لنا عن تعلقه بهالضيعة على الرغم من أنه عاش أيام كتيرة ببلدان مختلفة، وبتبقى هالضيعة بالنسبة له كنز من كنوز هالدنيا. والهجرة اللبنانية بلشت من هون من زيارة وحماس سنة 1827. هوديك سافروا على البرازيل ما منعرف أساميهم، بس اللي سافروا على نيجيريا كان واحد اسمه الياس الخوري 1885 راح على نيجيريا، وعمومتي اللي كانوا بعضهم بالقلم 15 سافروا مع عدة شباب. أول واحد سافر على المهجر هو من حميص اسمه الياس الخوري يونس، فتح باب المهجر وبلشوا يروحوا العالم. سنة 14 حرب 14 تضايقوا كتير ومات كتير منهم من الجوع، وشي راحوا على عكار شي راحوا على سير الضنية واحد تعيشوا. بعدين فتح البحر وجوا. نحنا كل المشاريع اللي عملت هون
لا بلدية عنا، مسمين عليا بلدية، بس ما علينا، معنا كل تم من المهاجرين ومن أهل الضيعة، كلهم كرماء وكلهم ما بتقدر تقورنين مع أي شعب بلبنان. عنا 7 خوارمي من عائلة واحدة، ومجموعهم على مر السنين كانوا بيطلعوا 17 خوري مونسينيور، وعنا أدباء كمان من بيت يونيس، وعنا رسام، وعنا فنانين بتتميز الضيعة بالشعراء وبالأدباء وبالأخلاق الأبية والنفوس الحلوة، وضيعة مفتوحة، شعبة مضياف، وشعبة متمسك بأهداب الدين. ضيعة بتعد كتير مهاجرين وين ما سافروا اللبنانية، مثل كل لبنان، وخصوصي بن حماس بيسعوا وبيلموا وبيعملوا، بيضلوا محافظين على الجالية، بيدخلوا مع كل اللبنانية وبيعمروا كنايس، وبيضلوا يحنوا على الوطن الأم، وبيبعتوا. نحن ضيعتنا تعمرت بفضل المحسنين المهاجرين. نرجع نتذكر مع هالصور القديمة ضيعة حميس وأهلها. كيف كانت بيوتهم وعاداتهم؟ كيف كانوا أبنائها يتنقلوا مشي بين أحيائها؟ ويزوروا كنيستها؟ ويحتفلوا بالمسيرات الدينية والزياحات مع بعضهم البعض بأخوة وبمحبة. حميس هالضيعة الصغيرة بتتميز ببيوتها اللبنانية القديمة يلي بتعبر عن تراثنا اللبناني، فكان البيت المتواضع بهندسته من حجارة وسقوف خشبية ونملية يلبي متطلبات العيش من أيام الأجداد، وكانوا أهل هالضيعة يعمروا البيوت حجر فوق حجر، ويتعاونوا الكل بالعمار ليزينوا حميس بأجمل البيوت يلي بعدها لليوم بتشكل علامة فارقة. وقت بي اشترى البيت كان البيت عاملينه زريبي للمواشي، وكان في بعض الأوض منه تركينهم لشال الموسم اللي هو دوت القز. من أجل الفقر صار يأجر البيت باقي أوض أوض، وفي ناس كتير قعدوا سكنوا فيه، وهالبيت مثل ما شايفين بيحتوي أثرياً كتير، بيبين إنه قديشو معمر من بعيد. في جسر بالفضاء إذا بتشوفيه، هذا بعده يمكن عمره شي 180 سنة. كان البيت سقفه تراب ومفروش بعدين بالطين. وراي فيها الخزانة، كانت هايدي من الأثريات، والخزنة تبعيد باية كان يحط فيها غروضه المهمة مثل وراق مثل أشياء. وفي الجرن اللي قدامي إذا بتشوفيه على الأربع زوايا منحوتات عليه، الصليب بعدين النحت لأنه هو بيرمز لأشياء دينية قبل ما كانت المسيحية بهي الضيعة. وفي العتابة أو العتبة بالبيت عقد ما مرق ناس فايتين على هالبيت كيف بارية. وبيخبرنا السيد الياس عن تاريخ بيت أهله وكيف كانوا أهم الشخصيات بوقتها يتجمعوا ويسهروا تحت سقف هالبيت التاريخي. كانت هذا البيت لأنه
اولا كان بلشوا المرحوم جريس الخوام اللي كان اول واحد من عائله خوام، وعمروا لانه بده مركزه الاجتماعي، وكان اختاروا الحجر هذا. كان في بير هون وكان في دار للقمح، اشتراه سنة 18 ونقلوا الحجار من قايتو، نقلون كلها شغل ايد ونقلون على ظهور البغال. ما كان في طرقات مثل اليوم، وما كان حتى في طريق حماس هون. كل شخصيات لبنان كانوا يجوا لهون. عمرناه بلشنا فيه بسنة 85. مثل كتير من أهل الضيعة اللبنانية، أهل حميص كان عندهم تقاليد وعادات بيتميزوا فيها، فكانوا مع صياح الديك يتجمعوا كل يوم مع بعضهم على ترويقة اللبنة والجبنة، وما فينا ننسى البيدر يلي كانوا يخصصوا له أوقات لخبز الصاج وشرب القهوة والشاي. وكمان أهل هالضيعة كانوا يجتمعوا بالليالي للسهر بعد غروب الشمس على خبريات الكبار ولعب الطاولة والورق. والسوبيا كان إلى دورة بأيام الشتاء، عليها يشوي البطاطا والكستنة لطلوع الضوء. بالضيعة كنا نلتقي كل يوم عند بيت حدا الصبح، لأنه تكون ست البيت عاجنة وبدها تخبز يا على الفرن يا على الصاج يا على التنور. تروح نرق كلياتنا نعمل سافي. بنات الضيعة كانوا من جيلنا بعمر 13 و12 والعشرة، نروح نرق مع النسوان ونتروق عندهم ويحطوا لنا جبنه وزيتون ومنقيش زعتر، ناكل ونجي على البيت بعد الظهر، لانه وقت وحده تولع التنور يكون خمس ست اسامي راح يعجنوا وراها. كان في عوني بالضيعه. كمان كنا نلتقي على التبوله العصريه، عندنا بيدر تحت الضيعه البنات والشباب كانوا يلتقوا فيه ويهايصوا دربكه وزراغيد كانه في عرس، ونتسلى وننبسط ونعمل رحلات دايما على مرتمورة. هيدا كان أبعد زياراتنا بلبنان، كأنه مرتمورة آخر الدنيا. ننبسط تحت لأنه من هونيك بتمتد جزورنا نحن. نبقى نروح على المزرعة نعمل عنب زبيب، نعمل دبس، نعمل عرق، نعمل هيك نزرع زريع بالأرض، مقطي وخيار وكل شيء نزرع. ونروح نحوش وتنزرع ونروح نعيد بعضنا. يبقى هاي راضين على هالأرض، يبقى في محبة ما مثل اليوم. كان في جيروش يطحن علي تطحن علي، وبعدين صرنا نطحن بالنهر. بالنهر في ظهر ثلاثة طيحن نطحن فيهم أبه وبالغور. الجاري القديم كان شرطي يعمل أشبكة، يعمل هالمكلوف هالزبيب هالدبس، يعمل مكلوف هاي صوبة صوبة ويشيلوا الفرن ويطلعوا ويصيروا يشوا يسهروا البيت ويقدموا هالطين وهالزبيب وهال ويصير ناكل ونسلم ونصلي ونصلي مريس إيه نصلي العذراء. يلتهيوا بدق الجرس وبلعوب. في اشياء كثير كنا نلعبها في شيء اذكر لك عنه. ستي كانت تخبز، انا احمل السيكونات على الفرن
وهي تعجن بكير وياخذون على الفرن، الرقاقات موجودين هونيك يساعدوها، ورجع بعدين انا كانت ختيارة ساعدها جيب لها الخبزات على البيت. ايامي كان يجيني بالقليلة 20 زائر ترديد كل يوم، ساعة 10 ساعة 4 ناخذ كاس، والمساء في منهم اعزمهم على العشاء يشاركونا العشاء. أهل حميص تمسكوا بأرضهم واهتموا بالزراعة، فكان كل بيت يزرع ليعيش من مواسم القطاف، وكانت زراعة الزيتون إلى حصة كبيرة. الموسم ببلش بأواخر الصيف، الكل بيتحضر لقطف الزيتون، كبار وصغار بيتجمعوا بالحقول للقطف وتنقية الزيتون يلي صاروا يستخرجوا منه الصابون البلدي بأحجام كتيرة، وأكيد لعصره وإنتاج زيت الزيتون الصافي. وأهل هالضيعة كانوا يزرعوا كمان أشجار مختلفة مثل الليمون والحامض يلي بتعطي ثمار متنوعة، وكانوا يهتموا بالعرايش لأنه عنقود العنب عند أهل حميص بيتميز بحبته الطيبة. بس العناية بالأرض عم تنقرض مع الوقت لأنه متطلبات الحياة صارت أكتر وبتكلف كتير. حميص فيها زيتون قديم، وكانوا بحد منه كانوا يعصروا الزيتون وطلعوا منه زيت. في عنا ثلاث معصر هون، ثلاث معصر بآخر الشارع هذا، عائلك اليمين اللي تعمر هلا محل وبيت، اللي حد بجنبه في كمان محل هولي أنا عصرتهم وشفتهم مظبوط. يعني كانوا كل هالزيتون اللي موجود بضواحي حماس كانوا يعصروا هونيك. كان فيها 7 جواز بقر، تعرفي اللبناني المزارع عايش من الأرض، ما كان في لا مهجر يجي ولا شيء. يزرعوا قمح، يزرعوا حمص، يزرعوا لوبيا، يزرعوا كل شيء، وعندهم التين وعندهم الزيتون وعندهم العنب، يعيشوا هيك بهالطريقة. وبعدين الحماس ما تعمرت. ليش ما تعمرت؟ لأنه كانوا يعملوا حساب للأرض أكثر من الأرض العمور. عنا معصر الزيتون، معصر للعنب، ما كان في يعني مصانع صغيرة أو شيء، كنا على الابتدائية عايشين. يعني عندك الوطة هون، هيدي عيين فخر الدين كانت مشهورة كتير، كلها توت، كانت توت يطلع كتير أز وحرير. لا إن غوبت عنه هالأشياء. هلأ اتنين عم بيزع سوري يعمروا وعم بالأراضي وعم ما بقى فيها لسول حل الزراعة كتير لأنه بتوفى. العادات كانت القديمة، النقليات على البغال على الخيل على الحمير، أجلك ينزلوا على طرابلس يتبضعوا ويطلعوا، نزلوا ركاب ويطلعوا ركاب، هاي كانت الحولة. بس ينزلوا على طرابلس تيشتريوا اللازم للبيوت، لأنه اللبناني بطبيعته مستقل بسبب عنده أرض زراعية حول البيت، يدبر كل شيء بالصيفية للشتوية، ما يلزموا إلا السكر والقهوة.
الدين والإيمان إلهم حصة كبيرة عند أبناء هالضيعة، وبتخبرنا السيدة بلانش خبرية كنيسة مارلياس يلي بتدور أحداثها بين البطنية والزحولية والواوي. قبل ما ينعرف مارلياس هالكنيسة شو هي، كان في بطنية وفي بقى قلبها قرقارة. البطنية بترمز كتير قديمة لكدما أول مرة بالتاريخ بيكون البطنة هالقد بتكبر كأنها شجرة سنديان معمرة. كان ستة لأم الزحولية الختيارة تروح بتضوي سريج زيت بهالقرقارة وما تعرف لمين عم تضويها، وكل مرة تقله يا هالدار اللي انت مين، وكل ليلة يجي الواوي يلق الزيتات يكلهم، وكل يوم الصبح تروح تلاقي الفتيلة بعدها مثل ما هي والزيتات مخلصين. قالت له يا هال الدار اللي عم نعبدك ما بنعرف مينك، إذا منك قادر تحمي حولك تنعرف وأنا ما بقى أضوي لك. بالليل بيدق إلا على كتفة وبيقول لها أمي روحي شوفي أنا شو عملت لي. قالت له أنت مين؟ قال أنا إيليا اللي بدكم تعبدوني. وراحت الصبح لقيت الواوي معلق بلسانه وبالبطنية. وكبيرة هالضيعة بتحكي عن الأبضاي مارلياس يلي بيحتفلوا بعيده كل سنة بعشرين تموز بساحة الكنيسة مع دق الجرس يلي بيتنافسوا الشباب على تربيعه، والرقص بالساحة على أنغام الموسيقى اللبنانية والدبكة والسهر لوجه الصبح. مارلياس كانوا في القديم يبقى في ثرويرية نزوان عدو بات جدي تحت 40 واحد فزوا على جدي إنه ملفة الثرويرية. جدي أش عمل؟ وقف هيك برا قال له يا مارلياس جايبين لي الثرويرية الزبطية أنت تدبرنا. يفوتوا على فاتوا على البيت ما أشروا حدي. قال له كل واحد على رد القمح السلالة بيودي القمح للمارلياس. مارلياس كتير أبطل. ومن وقت هالقصة ومارلياس له حصة كبيرة عند أهل حمايس يلي بيزوروا الكنيسة دايماً وبيحتفلوا بالقداس الإلهي كل أحد بمشاركة مرشد الضيعة يلي بيباركهم بمحبته واهتمامه، وهو بدوره بيخبرنا تاريخ عمار هالكنيسة. سنة 1814 الكنيسة تعمرت، بعدين ترممت فيها المداخل في مدخلين، مدخل 1925 ومدخل 1927. وبعدين وقت اللي الكنيسة قبل وقت أنا جيت هي اصلا كانت حجر مثل ما انا مش مبيني هلا، بس مرقوا بفتره رجعوا ليسوها. وقت رجعت انبشنا رجعنا بينا الحجر الاساس. المذابح في 3 مذابح، وفي ميزه بالمذابح انه المذبح الكبير اللي اجمال هو مذبح الرعيه، البلاطه تبعه له هي كلها سوا مكرسه مش بلاطه وحده. بالاضافه لانه كمان في عندنا لوحات زيتيه، لوحات كتير مهمه، وهن اجمالا بريشه الفنان ابن الرعي الكبير العظيم الأستاذ يوسف يونس، يعني بيو للفنان الشاعر الكبير يوسف الابن. وبيسرد لنا أحد أبناء الضيعة عن كنيسة قديمة وجدت قبل كنيسة مارلياس وما ضل منا غير إشارة الصليب وبعض الحجارة، ولهلأ ما نوجد وثائق بتحكي عن هالكنيسة غير يلي بيخبروها أهل الضيعة. جدودنا وقت اللي نقلوا من رشت عمود إلى حمايس كانوا يقدسوا أوقات اللي يجيوا ليا، كانوا عمروا هاي الكنيسة صغيرة، ومثل ما بتشوفيها ليا صليب وفيها بنيان بعد الحجر القديم اللي حطوه. إذا بتوقدي إذا بتشوفي الحجور وتركيبتها وبنائها بيرجع لهاك الوقت. وبعد سنين عديدة نقلوا عمرو مارلياس. Thank you.
وما مننسى النشاطات الدينية والاجتماعية والتثقيفية. حميص فيها أخوية الحبل بلا دنس ومجلس اختيار تأسس سنة 1998 ومدرسة لتعليم وتثقيف أبناء الضيعة تعمرت بمجهود أهل هالضيعة من بعد ما كانوا يتعلموا تحت السنديانة، والأهم إنه كاهن الرعية بيهتم بالنشاطات بشكل دايم. نحن هلأ بكنيسة مارلياس حمايس الرعية، عدد سكانها المقيمين بال130-140 شخص كبار مع صغار، في مغتربين تقريبا بزيت العدد. الرعية مثل كل رعاية الجبلية تحتفل بعيد مارلياس ب20 تموز، وبالفعل بيكون هون عيد مميز. من نشاطات هالرعية بالإضافة للإداديس اليومية الأسبوعية ومع الأيام الأحد والأعياد، بنعمل عيد دي سيريتا، عندنا مزار دي سيريتا ب22 أيار، بنعمل مسيرة من كنيسة مارلياس لمزار سانت ريتا، وبنحتفل هونيك بليلة العيد وبالعيد بالديسين، الديس ليلة العيد والديس العيد تاني يوم، وبصير في الهريسي. هيدي مثل كل الأعياد، عيد مارلياس وكل الأعياد بنعمل الهريسي، لقمة الباركي نحن بنسميها هون. كمان بالرعية عم بصير في مزار، يعني بين مزار وكنيسة لأنه كبير شوي، لروزا ميستيكا، لسه ما خلص ولكن صار تقريبا عن النهاية. عندنا رتبة بفترة الإعلام، رتبة الأنديل، بنعمل تكريس الزيت مع العجينة وبنوزعها كبركة على البيوت. يا نحن بنروح على البيوت نعمل زيارات، يا هن بيجوا على الكنيسة وبياخذوا من هالبركة هيدي. ثم كان عملنا لقاءات يعني مثل سهرة، عشاء عائلي، عشاء كروي بصالة، عملنا صالة هوني صالتين، في عندنا صالة كبيرة وصالة وسط. صالة الوسط إجمالي هيدي بنعمل فيها لقاءاتنا الرعوية مثل بقولوا. وبالإضافة إلى مثل ما قلنا مسيرات والتعليم الكورال، كمان صار في دورة حول تهيئة للزواج مع الشباب والصبايا. الإنسان لازم يكون بخدمة خيو الإنسان، فالدين والتقاليد والأخلاق يلي تربوا عليها أهل حميص بتشهد على الأعمال الإنسانية يلي قدمها المحسنين، وهالأعمال إلى دورة بحميص. وفي كتير من أهل المهاجرين اهتموا بأعمال الخير بصمت كبير ولخدمة بعضهم وخدمة أهل المنطقة والضيعة المجاورة، وخصوصاً الأولاد وكبار السن. أسست باسم المرحومة مرتي ميتم موجود بس كان مهمل. من جهة تانية بذكر المرحوم خيي نبي خوام، توفى من 10 سنين، أنا هذه الدياليزيس كلينيك هلأ تقدمت كتير، أنا كنت من البادئين بعطيهم، قدمت لهم مكانات حديثة. الأثار منتشرة بخبايا حميص، وكل أهل هالضيعة بيتمنوا يصير فيها حفريات وتنقيبات حتى ينكشف الغبار عن تاريخ ضيعة تستحق تبصر النور وينكتب عنها بصفحات التاريخ. وهالضيعة الصغيرة بمساحتها بتضم أشجار زيتون معمرة، وبيقولوا أهل هالضيعة إنه عمرها أكتر من 1000 سنة وفيها أثرات مختلفة، منها نواويس محفورة بصخورة وعواميد وحجارة ضخمة منتشرة بغاباتها، مهملة ومن دون عناية، وكتابات مختلفة ورموز وثنية ودينية، ورسومات متنوعة على شكل وردة وعصفور ودوائر كبيرة وصغيرة،
بحاجة لدراسات دقيقة لنبش تاريخ هالمنطقة ولمعرفة الشعوب يلي سكنوا حميص بالعصور القديمة. الإثار القديم كله اندمر بعد الزلزال اتدمروا، وبعدين كمان الناس كفت على الإثار كله سوا، ما كان في علم ما كان في فهم بهالمواضيع هيدي. بس المعروف فيه انه كان عنده برج كثير أثري قديم، وهالبرج كمان اتدمر بالعوامل الطبيعية. ما فينا ننسى ناس مروا بهالضيعة وتركوا بصمتهم. منذكر منهم السيد جرجس خوام يلي شق طريق حميص على نفقته الخاصة بأيام صعبة كتير، فاهتمامه بحميص وبأهل ضيعته كانت المبادرة لشق الطريق حتى يوصلوا أهل هالضيعة على بيوتهم سالمين. والسيد جورج شمشوم هالإنسان المتواضع وصل لمراتب عالية وكان مخرج سينمائي بتفتخر فيه حميص، ومنذكر من أعماله فيلم تحت عنوان سلام بعد الموت، وجورج حصل على جائزة أفضل مخرج بمهرجان موسكو. ومننتقل لنحكي عن السيد أنطوان الأبطور، أنصل لبناني مثل حميص ولبنان بمناسبات مهمة. وأهل الضيعة بيفتخروا بالشاعر والأديب يوسف يونس يلي نظم وكتب أجمل القصائد ليكمل المسيرة من بعده يونس الإبن الشاعر والصحافي يلي ولد سنة 1926 وكتب مقطوعات زجلية يومية بجريدة الأنوار، وعنده دواوين شعرية منها أحلام وأبو لبنان. بس حمايس هي جنتي الأولى كانت، لأنه فيها تعلمت كل شيء وشفت كل شيء. بس على كل حال حمايس هي بالنسبة لألي أحلى ضيعة عشتها بلبنان. بمهرجان الأنوار وضع الصافية غنى لي عدة أغاني، أهمهم لبناني قطعت سما والوين يا مروين عم أهلك، وهولي لحد اليوم بعدهم عايشين. بس في ناس ما بيعرفون أنه لألي لبنان يا قطعت سما على الأرض تاني ما إلا لوحات الله رسمها بشطحات أحلى من الحلا، عالطامعين محرمة للخاشعين محللة، بالسيف ما بتغلى دمى والضيف من قله هلا، لبنان يا قطعة سما اسمك على شفافي صلاة. لبنان يا قطعة سما عالأرض تاني ما
يسعد صباحك الحلو يل انت للدنيا صباح رؤوس الجبال تكحلوا بالنور وتنفض جناح بلبل حلو يا ما قلو صابر على جنون الرياح عرب بريشه البلل وقطر الندي وتم ترغل وصاح لبنان يا قطعة سما اسمك على شفافي صلاة لوحات الله راسمة برسمات حلم الحلا عالطامعين محرمة خشعين بالسيف ما بتغلى دماء دماء والضيف من قلو هلا هلا بالسيف ما بتغلى دماء والضيف من قلو هلا لبنان. بيي يوسف يونس ولد عام 1902 لما صار بالخمس سنين راحت صار معه مرض بعينيه وراحت عينه اليسرى صار هو بدي برهن انه كل شيء ضد العيون يستعمله تعلم وصار الاول بالضيعه باللغه العربيه وجاي عنا واحد هربين من الجيش الفرنساوي اسمه ادمو اشوع بتكون شفتي صورته بالكنيسه هناك هرب على الضيعه لعنا حب وحده بنت عمه لبيي تزوجها وبقي بالضيعة عم يعمل الكنيسة قام صار يرسم ورسام صار بي يتفرج عليه تعلم رسم منه شوي لقطوه الفرنساوية واخدوه على الجيش قام بي كفى الصورة اللي يعملها هو وكفى الكنيسة بفرد عين بقي وبقي أول أديب بالشمال جيت أنا كان عمري خمس سنين ليك في عصافيرها ونروح جبلي البرج راح جبلي شافني قام وقوصني طارت عيني يسرى وكبار هالضيعة بيعبرولنا عن مشاعرهم ومحبتهم لحميص يلي تربوا وترعرعوا فيها ركضوا بأحيائها زرعوا بأرضها تنشأوا هواها لتشكل عندهم أهم بقعة بالعالم كله ضيعة بتذكرني بالاندفاع اللبناني حمايس حقيقي حمايس كل شيء فيه عندي بالدنيا ألا شيء عندي أنا حمايس بالعالم كله وقت كل ما طريب وإجي بعد شيء 6 شهور أو 9 شهور قاعد ورا الكنيسة ساعتين طلع بهالمناظر الخضراء هيدي شبع عيني منيح ومسيت. كمناخ كشعب طيب كهدوء كبيئة ما في أحلى من حمايس ماني شايف نسيت بيحبوا ضيعتنا أكثر من ضيعتنا حياتهم لبنان بس مش مقادر نرجع للبداية لنقول إنه حميص ضيعة مغروسة بالشمال اللبناني مغمورة بالأثار المهملة ومنسية من المعنيين والمسؤولين بس أهل هالضيعة مصرين على كشف النقاب عنا لأنه هن ناس بيأمنوا إنه التاريخ رح يرجع ينكتب مع الزمن والتاريخ رح يرجع يخبر عن ضيعة وفية لجذورها وما تنكرت لماضيها وبقيت على الرغم من كل الأحداث والحروب يلي مرت على الوطن وهجرت كتير من أهلها صامدة وفخورة بناسها
حبيبي، زغرة البقر الشعرة على شعرة تشكيلي.